اطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله جبت لكم ينغوسات خفيفه اللي تحبوها في رمضان ان شاء الله، وعلى حساب لي زانغريدجون راه يتبان لكم اللي هي المحلبي. بصح المحلبي ريفيزيتي، كل يوم نقولها لكم نعاودها لكم، وكما يقولوا جو سوي فيير، ما زعما ما رانيش نزيد. سي دي غوسيت ريفيزيتي ا ما فاصون. بون، عندي هذا المحلبي هاوليك، ساشي يديروه في مصري تلا حليب 2 ملل، وانتوما ديروه على حساب افراد العائله. راني نوري لكم برك، عندي هاي ديك مصري تلا حليب راهي سخونه، بصح كي نخلط فيها الغبره تاع المحلبي نعاود نديرها فوق النار. عندي نص ريت لاما في ان ساشي، نص ريت لاما وكاس تاع لا موتارد معمر حليب، دوك نقول لكم علاه. عندي هذا المحلبي بالذات حبيت ندير له المزهر تاع غبره، ما نديرش ليكيد، واللي ما عندوش يدير شويه ليكيد، بصح جو بريفير غبره ما تكتلوش خاطر مره. عندي القرفه، عندي هنايا كاس تاع لا سونتيي كيما كيلت هذه، راني نخدم لكم بالكيسان تاع لا موتارد سبيسيال باش تعرفوا الكيل اللي تخدموا به، حبيتوا تكبروا الكيل كبروا. دوك نوري لكم واش ندير بها. عندي هنايا عندي تمر لا كونتيتي اللي تحبوا. واش درت له؟ نقيته قسمته، درت السيغو طيبت شربات، درت زوج كيسان ماء، كاس تاع سكر صغار غير فناجل ولا ماشي حاجه، خلوهم يعقدوا شويه، كي اللي يبدا يتقال رموا فيه التمر تاعكم، رموا فيه التمر تاعكم، وكي اللي خلطوا خلطوا، كي اللي يولي هكا زعما ان جور دو كومبوت، بصح يقعد يبان، يقعدوا باينين الطرف تاعو، فوالا. وعندي التمر هذا تاني اللي مقسوم، مادا بيا هذا اللي شاد روحو شويه، نقسموه لا ديكوراسيون. بسم الله، شوفوا انا واش ندير، ندير انا لو ساشي تاع المحلبي اللي هو الغبره تاع الروز. في ان ساشي قلت لكم يجي فيه 1 ملل دو لي، فوالا. هما الكيل يمدوه هكا كيما نعرفوه كاع. انا واش نزيد؟ نزيد كاس تاع لا موتاغ تاع حليب باش يجيني ليكيد شويه، ودوك تعرفوا عليه. عندي شويه قرفه، هذا حبيت نديرو كيما نقولوا لمسه اوريونتال، زعما تيبيكمون محلبي تاع كيما نقولوا تاعنا، فوالا. ندير شويه مزهر تاع قرفه، هذا شويه ما نكترش، باسكو على بالكم باللي المزهر والقرفه يمشوا مع التمر ويمشوا مع المحلبي، فوالا. هذا ما كان، راكو تشوفوا، راكو تميزوا باللي السكر ما كاش، مانيش نخدم كاع بالسكر، السكر نعوضه لكم بالتمر ولا شونتيي، وتجي حاجه شابه وروعه وجربوها. انا على كل حال هذا دوك نديرو فوق النار نطيبو، غليا زوج نحيه. هاوليك المحلبي تاعنا، هاوليك طاب، شوفوا ما يجيش ثقيل، يجي هكا كوم ان فيلوتي هكا. واش ندير انايا؟ نردو هنايا في الصلاجي ولا البول اللي خلطت فيه مع الاول، فوالا. نحبط كلش كيما قال لك، الخساره ماشي مليحه، فوالا. دوك انا هذا واش ندير له؟ هذا لازم تخلوه يبرد فريمون فريمون يبرد، ديروه كيما نقولوا واحد 3 ولا من قبل، خلوه غطوه خلوه يبرد. تحبوا ديروه في فريجيدير، هو على كل حال ما يتقالش، يقعد شويه هكا. الحلبي تاعنا حنايا اللي درناه بالقرفه والمزهر هاوليك برد، واش نديرو دركا؟ نديرو الكاس هذا تاع لا سونتيي اللي قلت لكم عليه، فوالا، ونطلعوا لا سونتيي تاعنا ان شاء الله. الخليط تاعي اللي خلطته اللي هو لا سونتيي مع المحلبي اللي كنت طيبته هاوليك، شوفوا دوك انا واش ندير هذا؟ نعاود ندخلو الفريجيدير، قد اللي يشد شويه روحو ولا ديروه في كونجيلاتور ولا شويه، غير قد اللي توجدوا لي فيغين تاعكم خرجوه باش نمونطيو ان شاء الله. لينا لكم شوفوا المحلبي تاعي شحال جا شباب، محلبي ريفيزيتي تري 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 بون و تري ليجي، والحلاوه كما يقولوا سوا سوا، باسكو ما درتش السكر كما قلت لكم. دوك نوري لكم هنايا، عندي دو فيغين نكملهم قدامكم، شوفوا هاني دايره التمر لتحت، ندير اون كوش تاع هادي، فوالا، نزيد التمر تاني، نخدمو تاني بلا بوشادوي. انايا نخدم كلش بلا بوشادوي، وما نكذبش عليكم كي تكون لا بوشادوي نقدر نغسلها، نغسلها ونخدم بها حتى 3 فوا، ما
نورمال. المهم ما نرميش، فوالا هاوليك نديرو لها اون كوش هنايا، فوالا نديرو لها بلا سباتول، اسما كيما نقولو كيما نديرو تيراميسو، فوالا فوالا نعاودو نديروها باش تجي بلو نت، فوالا نمسح لي بورتور، فوالا واش نديرلها، نديرلها هادي دوك نوريلكم، حكمت انا حبات تاع التمر اللي يكونوا شادين روحهم يابسين شويه، شوفوا كاش درتهم، درت لهم كراميل نورمال، كراميل ما درتش فيه الماء السكر وحده خليته حتى ولا كراميل، ودرت فيه التمر تاعي، فوالا هاي ليك وحده شوفوا كراميليزي، ونديرها هنايا فوالا كيما قال لك اي لو توري جوي. وعندي ان اوتر موديل هذا اللي كنت درته لكم بالتمر، هاوليك ها بالتمر اللي قلت لكم خلو تاني الطرف اللي يكونوا شادين روحهم، فوالا وهادو ما واش ندير لهم الفوق، ندير لهم الكراميل تاعي اللي خدمتها تاع الكابريس اللي كل يوم نقول لكم بلي نستعملها، فوالا ديروا لها من الفوق هكا دي بتي تري، فوالا هذا ما كان باش تجي الحاجه شابه وخلاص وبنينه تاني، باسكو الكراميل يمشي مع التمر، يمشي مع القرفه، مع المحلبي، يسمى كاع لي زانغريديون اللي درت لكم كاع مدروسين باذن الله، ونقول لكم ونعاود لكم سي ما بروب غوسيت، ما ديتها من حتى جهه، ما شفتها من حتى جهه، خممتها في راسي درتها جات اني درتها لكم. عندي تاني هنايا حبيت ندير في هاد لي فيرين باش زعما كيما نقولوها لونسيان بلوتو لي رامكان، هامليك صافي با دير ما عندكمش دي فيرين ولا ما عندكمش كيسان صغار انكم ما ديروش الحاجه، فوالا هادي ندير لها كراميل، فوالا شوفوا تقدروا ما تزيدوا فوق التمر يعطيه بنه، فوالا هذه هي هامليك. وريحه النعناع ما نقولكمش، النعناع اليوم شراتو يما جديد، راه فريمون 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 جاب لنا رمضان يجري، فوالا هاي ليك هامليك لي غوسيت تاوعي تاع نهار اليوم، بلوتو لي فيغين تاوعي تاع نهار اليوم تاع المحلبي الليجي بلا كريم سونتيي، كيما نقولو اون غوسيت ا نو با غاتي، وان شاء الله ديروها وتعجبكم ولازم تاكلوهم فخي، فهمتو هذه هي. وكيما نقولوا اللي عجبو اللي عجباتو لا غوسيت تاعي يشترك ان شاء الله في القناه، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يجي غير جديد، ما تنساوش تدعموني بجام لي كومونتير بوركوا با، الى الملتقى ان شاء الله دوت غوسيت ان شاء الله ريفيزيتي، سلام.